نبلش بداية من غزة ومن هذه المفاوضات، هل رأيك اليوم في فرصة لتحقيق خرق بهذه المفاوضات؟ البيت الأبيض وصف رد حماس بأنه إيجابي لكنه بحاجة إلى مزيد من العمل، شو رأيك؟ يعني دائما أنا بتذكر المفاوضات اللي كانت تصير بين الفيتنام والولايات المتحدة الأمريكية، ومن هيك الأيام يعني بتعود الواحد على أنه كيف دائما الحرب والمفاوضات بيكونوا ماشيين مع بعض. هلا حتى بأحداث عم بتصير بغزة بنلاحظ أنه في عدة عوامل تؤثر على هذا الحدث، ما فينا نقدر نبسطها ونقول أنه في حدث واحد أو تأثير واحد، لأنه في عدة تأثيرات بعتقد كل الاحتمالات مفتوحة. واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية وقسم من الدول الغربية عم تسعى لاحتواء هذا الصراع حتى ما يوصل إلى حرب شاملة كلاسيكية بدها تكون هي مدمرة وفيها خسائر للجميع. وأنا بعتقد أنه العالم الآن ما عاد يتحمل حرب عالمية ثالثة بالمفهوم الكلاسيكي المدمر. من هون بنلاحظ دائما أنه في، ويمكن هلأ التصاريح الأمريكية واضحة أنه عم تحاول أن تقرب وجهات النظر. طبعا في موقف إيجابي من الورقة أو الإطار اللي تم الاتفاق عليه، بس ولكن لا يوجد حتى الآن موقف نهائي من إسرائيل حول هذا الموضوع. لهالسبب أنا بعتبر أنه هذه المفاوضات لحدها المستمرة للتوصل إلى، لأنه في شرح وفي تفاصيل وفي كذا، ولكن مع استمرار المعارك، بالإضافة يمكن هذه شغلة بنرجع نتوسع فيها بعدين، أنه ممكن يكون في وقفة إطلاق نار بغزة، بس مش بالضرورة يكون في وقفة إطلاق نار بالجنوب، لأنه إسرائيل عم تسعى دائما إلى تحسين شروطها، إلى تحقيق بعض الانتصارات، إلى مزيد من التدمير، لأنه قائمة يعني فكرتها على القضاء على الشعب الفلسطيني. يعني أساسا في عدة دراسات وكتابات عند الإسرائيليين مثل كأنه أنه هذه أرض بدون شعب، يعني مجرد أنه في شعب فلسطيني تعتبره أنه بشكل خطر عليها. من هنا عم بيكون في هذه يعني التدمير والإبادة للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى إسرائيل تشعر بالأمان والاستقرار. لذلك بدي أقول باختصار أنه المفاوضات ما زالت مستمرة، التغيرات مفتوحة على كل الاحتمالات، ولكن حتى الآن ماني شايف أنا أنه في حل نهائي وجدي، لأنه أصلاً ما في رؤية للحل السياسي. بس ما هذا الكلام سيد سركيس، اليوم بعض متخوف اليوم على الرغم من تحذير الأمريكي من استهداف مدينة رفح، جرى الاستهداف إسرائيل لمدينة رفح، هل هذا الكلام بيلاقي ترجمته أنه اليوم الإسرائيلي ما رح يوقف، رح يستهدف رفح على الحدود المصرية اللي نزح إليها أكثر من نصف أهالي القطاع وهي مكتظة بالسكان بشكل هائل، ما يرتب يعني مخاوف كبيرة من مجازر جديدة تقوم بها إسرائيل؟ هل برأيك بنيامين نتنياهو سيستمر يعني بعد خان يونس وبعد التثبيت بخان يونس لقواته يستمر باتجاه مدينة رفح؟ هو رغم المفاوضات ورغم أنه توصلت إلى نقاط إيجابية، وهذا يعني الشاهد أنه الولايات المتحدة الأمريكية عم بتأكد أنه الموقف الفلسطيني إيجابي، بس ولكن رغم ذلك هو عم بيصرح أنه الحرب ستستمر من أجل تحقيق أهدافها، والأهداف اللي هو طرحها احتلال غزة بشكل كامل، تهجير الفلسطينيين منها، القضاء على حماس. يعني الشروط اللي هو حطتها اللي صحيح أنها عالية، بس ولكن حتى الآن ما ترجمت. من هون خليني أقول أنه في صار الوقت ضاغط على حماس وعلى إسرائيل، لأنه كمان هذه الحرب مكلفة وبدها عدة. يعني كمان حماس أخذ احتياطات وعمل تخزين إن كان بسلاح أو المؤن أو كذا لفترة معينة من الزمن. أنا بعتقد أنه عندها قدرة أن تصمد ما لا يكون عن 3 أو 4 أشهر بس، وبعدين بنفس الوقت إسرائيل اللي عم تتكبد خسائر مادية واقتصادية وعسكرية وكذا قديش فيها بعد تتحمل. من هون بده يحاول نتنياهو أنه يحقق بعض الإنجازات حتى يقدر يحافظ على دوره، على ولا بتحاكم ولا بده يصير في يمكن يفوت على حبس او هم نقطة ايضا. البعض يقول انه نتنياهو يعني يراهن حتى على إطالة امد الحرب حتى الانتخابات الأمريكية وعودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. يعني البعض بس بعد قد ايه؟ ما انا هلا عم لك انه في مشكلة وقت، انه هو بيجرب يكسب وقت تفاديا لكل هذا يعني محاكمته لإله شخصيا وإطالة أمد الحرب بانتظار متغير الانتخابات الأمريكية لآخر السنة. يعني عندك بعد وقت كثير، هل يا ترى بيقدر يضاين لآخر السنة بهذا الجو؟ أنا معتبر أنه في حد أقصى 3-4 أشهر لازم هذا الموضوع تبين ملامح لإله، وإلا
باسرائيل في مشكله، والدليل على ذلك انه في كثير خلافات وكثير تناقضات ان كان بالمؤسسه العسكريه او بالمؤسسه السياسيه، بالاضافه كمان انه حماس رغم كل البطولات ورغم كل التضحيات وكذا كمان في حد زمني قادره ان تصمد فيه، لانه بتعرف انه هي محاصره من كل الجهات. اذا بدك تشوف انه خلال 3 4 اشهر لازم يكون في حل ما حتى تستمر. اما انتظار الانتخابات الاسرائيليه والانتخابات الامريكيه بعتقد انه لا اسرائيل بتتحمل ولا الفلسطينيين بيقدروا يتحملوا. هون اجى رد حماس بهذا، والبعض وصفه برد ذكي، يعني اليوم رد حركه حماس على المقترح الوسطاء بانه ما رفضت هذه الوساطه اليوم، لكن ردت عليها بتعديل واقتراحات منا اليوم، الافراج عن عدد من السجناء وايضا عوده اهالي القطاع الى بيوتهم وادخال المساعدات. وبالتالي كيف توصف اليوم رد حركه حماس على مقترح الوسطاء؟ هل اربك اليوم الاسرائيليين واربك نتنياهو هذا الرد؟ يعني كان في رهان على رفض انه حماس او المقاومه الفلسطينيه لمقترح الوسطاء. لك لا شك انه حماس عم تتصرف كمان بطريقه ذكيه، انه بتعرف انه مثل ما كانت شاطره وقدمت تضحيات وخبره استثنائيه بالعمل العسكري، وانا برايي هذا العمل العسكري الاستثنائي هو نتيجه عنصر الشباب اللي هو موجود، وهذه كمان نقطه ايجابيه. عندك عنصر ثاني هو استعمال التكنولوجيا، يعني عاده كانت حركات المقاومه ما كانت كثير شاطره باستعمال واستخدام التكنولوجيا، تبين انه لا في حسن استعمال للتكنولوجيا. وعندك نقطه ثانيه هو الايمان اللي بخليهم ان يضحوا ويكون في تضامن ويكون في كذا. بس ولكن الى جانب هذه الامور واضح انه في عندها ليونه بالتحرك، وهذا الناتج بسبب علاقتها الاساسيه ان كان مع قطر او مع مصر او مع بعض الدول العربيه الثانيه اللي عم تتدخل وتقدم بعض التسهيلات او بعض المفاوضات. لا انا برايي كمان بالمعنى الدبلوماسي موقفها الايجابي بهذا الموضوع احرج اسرائيل وكشفها قدام الراي العام، لانه كمان ما تنسى انه هيدي الاحداث كان في تغيير كثير كبير بالرأي العام وعم بيكون له تأثير وضاغط على إسرائيل وعلى الولايات المتحدة الأمريكية وخلق تغيير ما. يعني كانوا إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كانوا مفترضين أنه الحرب لحد تكون خاطفة، أنه بسرعة بيصير في عملية تهجير للفلسطينيين، ولكن تبين أنه بسرعة صار في رأي عام ضاغط على إسرائيل، ومن تصريحات الأمريكية من بايدن وغيره عم بتلاحظ انه كمان الراي العام الدولي صار ضاغط عليهم انه بده حل باي ثمن، لانه في نقمه في تغيير. حتى داخل الولايات المتحده الامريكيه بنلاحظ انه ان كان داخل الاحزاب الرئيسيه او بالراي العام بنلاحظ انه لا في صار موقف مدين لاسرائيل ضد هذه المجازر اللي عم بتصير، مؤيد لغزه ولا فلسطين، وعم بيكون له تاثير ما. وهذا دليل كمان انه الاشياء مترابطه، يعني مثل ما هو الميدان بقدر ما عم بيحققوا انجازات بيكون جيد، كمان بدك تشوف انه تعاطف قسم كبير من الراي العام العالمي كمان له دور بهذا الموضوع. وبهذا المعنى عم تنجح حماس بالتعامل مع هذه المساله واحراج اسرائيل، لانه دائما اسرائيل بتلاحظ انه بدها تصورها مثل كانها تنظيم ارهابي غير انساني ولكن بالممارسه او بالتعاطي حتى مع الاسرى او غيرهم بتشوف انه في جانب انساني اخلاقي انا برايي كمان عم بينشاف بالراي العام العالمي وعم بيكون مؤيد لهذا الاداء.